السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا إن شاء الله النهاردة عن الهيومن مايكوزيس. كلمة هيومن مايكوزيس معناها الديزيز كوزد باي فانجس ان الهيومن، والديزيز اللي بتعملها الفانجاي بنقسمها according to the site of the infection into three types: superficial mycosis, subcutaneous mycosis, وsystemic or deep mycosis. فلو بدأنا بالسوبرفيشيال مايكوزيس، وفي الحالة دي بيبقى الانفكشن على مستوى السكن والميوكوس ميمبرين والهير والنيل، مش هتنتشر ابعد من كده خالص، مش هتنزل الديب تيشو. والموست امبورتنت سوبرفيشيال مايكوزيس انكلود اربع حاجات، وهما التينيا فيرزي كولر، الكانديديزيس اوف السكن اند اور الميوكوس ميمبرين، الرينج وورم والبيضرة. هنتكلم على التلاتة اللي هما التينيا فيرزي كولر والرينج وورم والبيضرة، والكانديدا هناخدها مع السيستميك مايكوزيس لانها كمان مش بس بتعمل سوبرفيشال، ده كمان بتعمل سيستميك انفكشن. فلو بدانا نتكلم على اول واحده اللي هي التينيا فيرزي كولر، او بسميها البتريزيس فيرزي كولر، بيكون فيها اكوزيتيف ايجنت وفانجس اسمه الملاسيزيا فيرفر، وده بيأفكت الموست سوبرفيشال لاير اوف ذا سكن اللي احنا بنسميها ستريتوم كورنيوم. كلينيكالي بيبقى العيان بيشتكي من كوزموتيك، مشكلته كلها بتبقى كوزموتيك، لان بيبقى فيه ايزر دي بيجمنتيشن اور هايبر بيجمنتيشن اوف ذا سكن. الدياجنوزس الوود لايت هنا بيبقى مفيد، لان الليجن بتاع التينيا فيرزي كولر بفلوريسنس يلو اورنج كولر، وبالدايركت مايكروسكوب هشوف الاورجانيزم سواء سبخته بالكي او اتش ستين او باللاكتوفين الكوتون بلو ستين، هلاقي وجود حاجه اسمها كاركترستيك اسباكيتي اند ميت بول ابييرنس. الاسباكيتي اللي هي السيك سبتيت هايفي، والميت بول اللي هو الراوند سيك وولد بودنج سيلز، لان الاورجانيزم دوت دايمورفيك، بلاقي فيه الهايفي وبلاقي فيه البودنج سيلز. ده منظر الدي بيجمنتيشن اللي بيبقى موجود في السكن في حالات التينيا فيرزي كولر. ده كده منظر الكي او اتش ستين اللي انا بلاقي البودنج سيل والهايفي زي ما احنا قلنا الاسباكيتي ميت اند بول، الاسباكيتي اند ميت بول ابييرنس. بالكي او اتش دي مجرد بتعمل دايجيشن للكراتين، فبلاقيش الشريحه بتبقى يعني ايه ترانسبرنت، مفيش لون، وده منظرها باللاكتوفين الكوتون بلو، نفس منظرها بالكي او اتش بس لونها ازرق. اما لو اتكلمنا على البيضره، فدي عباره عن فانجس انفكشن بيبقى موجود في الهير شافت، بلاقي فيني جول كده فيرمو الريجولر موجوده في الشعرايه، ممكن تبقى وممكن تبقى مالتيبل، يعني يبقى فيه اكتر من نجول. طب هي النجول دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن الفانجل اليمنت سيمنتد توجذر. ودوت كده منظر البيضره، ليها نوعين، في نوع وايت ونوع بليك، وده بيعتمد على حسب لون النجول. لو النجول لونها ابيض بسميها وايت بيضره، ودي كوزد باي فانجس نيمد ترايكوسبوران كوتينيوم. اما لو هي لون النجول دي بليك بسميها بلاك بيضرة، وبيبقى كوزد باي فانجس اسمه بيضريا هورتي. لو جينا اتكلمنا بقى على اخر حاجة في السوبرفيشيال مايكوزيس اللي هي الرينج وورم او الدرماتوفايتوز، لها اسمين رينج وورم ودرماتوفايتوز، تعتبر هي الكومونست مش بس في السوبرفيشيال مايكوزيس بل في كل المايكوزيس، يعني اشهر واحدة في كل المايكوزيس في كل الفانجل انفكشن هي الدرماتوفايت. بسميها رينج وورم ليه؟ لان الليجن بتاعها كده زي ما هو باين قدامنا، ده بيبقى رينج لايك، يعني عامل زي الدايره بالظبط. احنا قلنا الرينج وورم ليها اسم تاني اسمها درماتوفايتوز، وده لان الفنجاي اللي بتعملها هي مجموعه من الفنجاي بيطلق عليها درماتوفايتس، وهي عباره عن جروب اوف فيلامنتس فنجاي، يعني فنجاي كلها بتبقى عباره عن فيلامنت، يعني ليها سبتيت هايفي. ودي بقسمها لثلاث مجموعات او ثلاثه جينيرا، في المايكروسبورم وده بيأثر على السكين والهير، وفي الإبيديرموفايتون وده بيأثر على السكين والنيل، وفي التراي من اسمه ترايكوفايتون بيأثر على السكين وعلى الهير وعلى النيل. طب هي الرينج وورم انفكشن بتيجي فين؟ بتيجي في السوبرفيشال كيراتينايز ديلير بتاعت السكين والهير والنيل، ونيفر سبريد ديبر ذان ذيس. الانفكشن ممكن يجي لنا منين؟ من اكتيف رينج وورم ليشن، سواء الليجن ده موجود في انيمال او في مان او في سويل، من السويل كمان ممكن يجي من السويل. الباثوجينيس اللي بيحصل ان السبور بتسيتل على السكن، بيحصل لها جيرمينيشن وبتكون ماس وبرانشنج هايفي، ذيس برانشنج هايفي جرو اوت ريديالي عشان تعمل لي سيركولر اور رينج لايك ليجن، وهو ده سبب التسميه بتاعه الديزيز. ايه هي الانواع
او كلينيكال فرايتي اللي ممكن تعملها الدرماتوفايت. يعني الدرماتوفايت ممكن تاثر على اي مكان في الجسم، وبتختلف النوع بتاعها على حسب اثرت عليه. لو هي جت في الهيد يعني في السكالب بسميها تينيا كابيتس، لو هي جت في الفيس بسميها تينيا فيشي، لو جت في البيرد بسميها تينيا باربي، لو جت في الترانك بسميها تينيا كوربورس، لو جت في الهاند بسميها تينيا منص، ولو جت في الاماكن اللي فيها فريكشن زي الجراين بسميها تينيا كرورس او الاكزيلا، ولو جت في الفوت بسميها تينيا بيدس او لها تسميه تانية الاثيليتس فوت اللي هي القدم الرياضيه، ولو جت في النيل بسميها تينيا انجوم. وده كده المنظر بتاع التينيا في الاماكن المختلفه او بتاع الدرماتوفايت. في لام في كلهم زي ما احنا قلنا بيبقى شكله رينج لايك، سواء في الوباك اللي احنا بنسميها في الحاله دي تينيا كوربورس، في السكال بسميها تينيا كابيتس، في النيل بسميها تينيا انجوم، في الفوت وبسميها تينيا بيدس. لو جينا اتكلمنا بقى على اخر حاجه في السوبرفيشال مايكوزس اللي هي الرينج وورم او الدرماتوفايتوز، ليها اسمين رينج وورم ودرماتوفايتوز. تعتبر هي الكومونست مش بس في السوبرفيشال مايكوزس بل في كل المايكوزس، يعني اشهر واحده في كل المايكوزس في كل الفانجل انفكشن هي الدرماتوفايت. بسميها رينج وورم ليه؟ لان الليجن بتاعها كده زي ما هو باين قدامنا ده بيبقى رينج لايك، يعني عامل زي الدايره بالظبط. ودوت كده لو انا خدت الشريحه دي في حاله السكين وفي حاله النيل مش هقدر افرق بين النوع الدرماتوفايت اللي بيعمل الانفكشن، كلهم بيظهروا بنفس المنظر اللي هو عباره عن سبتيت هايفي والارثروسبور اللي جواها، ما بقدرش افرق نوع الدرماتوفايت اللي عامل الانفكشن. عشان افرق محتاجه بقى ان انا اعمل الكالشر بعد كده، لكن من الشريحه في حاله السكين والنيل ما بقدرش افرق نوع الدرماتوفايت اللي عمل الانفكشن. بالنسبه للهير في نوعين من الدرماتوفايت بيأثروا على الهير اللي هم المايكروسبورم والترايكوفايتون، ودول ما تقدر افرق بينهم في الشريحه. المايكروسبورم بيظهر على شكل دنس ميس وفي السبور حوالين الشعريه من بره، فبسميه اكتوسريكس، اكتو يعني خارجي. والنوع الثاني من الدرماتوفايت اللي بيأثر على الهير اللي هو الترايكوفايتون بيكون بارل الروز وفي السبور بدل ميسس بقى يبقى فيه روز، ايذر انسايد ذا هير شافت وفي الحاله دي بسميه اندوسريكس يعني داخلي، او بره الهير شافت وفي الحاله دي بسميه اكتو ثريكس، اكتو يعني خارجي. في نوع سبيشال من الترايكوفايتون بسميه فيفوس، وده بيبقى فيه سيفير نكروزس وانفلاميشن، بيكون ديد هايفي جوه الهير شافت من غير اي سبور. والديد هايفي بتظهر ازاي؟ بتظهر على شكل دارك اير سبيسيس. الصوره دي كده بتوضح لنا منظر الاندو ثريكس ومنظر الاكتو ثريكس، والصوره اللي تحت بتوريني منظر الدارك اير سبيسيس اللي هي بتتكون في حالات الفيفوس. تاني حاجه بعد الشريحه ان انا اعمل كلشر، والكلشر ده بعمله علشان اتاكد من عايز اعرف بقى انا كده خاص بالشريحه شخصت ليها درماتوفايت. الكلشر لو انا عايز احدد نوع الدرماتوفايت هل هو مايكروسبورم ولا ايبيدرموفايتون ولا ترايكوفايت، بعمل كلشر على ايه؟ الميديا بتاعه الفانجس اللي هي السبارود اجار او المولت اكستراكت اجار. ونظرا لان الجروس بتاع الدرماتوفايت بطيء بياخد حوالي 3 اسابيع، فبضطر اضيف على الميديا دي حاجتين، اكتيدايون او سايكلوهيكسامايد، وده عشان ما خليش السبروفيتك فانجاي تعمل كونتامينيشن على الطبق، او بضيف الكلورامفين، وكمان بضيف الكلورامفينيكول عشان امنع البكتيريا الكونتامينيشن. وبعمل انكيوبيشن للطبق اند روم تمبريتشر لمده 3 اسابيع، وبعمل اكزامينيشن مستمر للكولونال ابييرانس من اباف اند ريفيرس. ودوت كده لو انا خدت الشريحه دي في حاله السكين وفي حاله النيل مش هقدر افرق بين النوع الدرماتوفايت اللي بيعمل الانفكشن، كلهم بيظهروا بنفس المنظر اللي هو عباره عن سبتيت هايفي والارثروسبور اللي جواها، ما بقدرش افرق نوع الدرماتوفايت اللي عامل الانفكشن. عشان افرق محتاجه بقى ان انا اعمل الكالشر بعد كده، لكن من الشريحه في حاله السكين والنيل ما بقدرش افرق نوع الدرماتوفايت اللي عمل الانفكشن. ودوت كده منظر السبيندل شيبت ماكروكونيديا بالمنظر ده. اما لو جينا اتكلمنا على الترايكوفايتون هلاقي النوعين موجودين فيها، وان كان الصغير هي الاكتر، بتبقى سمول، صغيره دي بتبقى سمول راوند دور اوفال طالعه من الاند او من السايد اوف هايفي، اما الكبيره بتبقى كلاب شيبت وليها سيني سموز وول وفيها حوالي 8 سبته.
كده منظر الترايكوفايتون تحت الميكروسكوب، بلاقي فيه الاتنين، وان كانت الصغيره اكتر، وبلاقي الكبيره شكلها زي ما احنا شايفين كده، كلاب شيب وليها سين سموز مول. والنوع التاني من الدرماتوفايت اللي بيأثر على الهير اللي هو الترايكوفايتون، بيكون برا الروز اوف السبور، بدل ماسس بقى يبقى فيه روز، ايذر انسايد ذا هير شافت، وفي الحاله دي بسميه اندوثريكس يعني داخلي، او بره الهير شافت، وفي الحاله دي بسميه. طب ازاي، ايه هو العلاج في حالات الرينج وورم او الدرماتوفايت انفكشن؟ غالبا بيبقى التوبيكال انتي فانجل كفايه زي الميكونازول والكلوترايمازول، ولكن في حالات بالذات ان الانفكشن بيبقى رخم شويه بحتاج ان انا ادي سيستميك، زي دراج اسمه الجريزيو فالفين، ده بيتاخد بالاورال روت، وكمان بيتاخد لفترات يعني ويكس اور مانثس، بس ما بقلقش قوي لان الدراج ده بيتميز ان هو بعد ما بيحصل له ابزوربشن من الانتستين بيحصل له ديبوزيشن في الديزيز دي سكين باوند تو تيراتين، فيبقى السيستميك افكت بتاعته قليله، هو يتركز في عند في الديزيز دي سكين اللي ماسك فيه الكيراتين، والتوكسيك افكت بالتالي زي ما احنا قلنا تبقى قليله في صوره هيديك وجي اي تي ديستربنس. لو اتنقلنا بقى بعد كده بعد السوبرفيشال للسبكوتينيوس مايكوزيس اللي بتيجي في السبكوتينيوس بالتحديد، هي اشهر حاجه فيها اللي هي المايسيتوما، والمايسيتوما هي عباره عن كرونيك لوكالايز سابيوراتيف جرانيولوماتيس انفكشن، بيجي في السبكوتينيوس تيشو، ولازم بيحصل امبلانتيشن لاما الفانجس لاما بكتيريا اسمها اكتينومايسيتس في والديزيز بيتميز بنوجولار سويلينج كونتين ساينسس ويتش اوبن على السكين وديسشارج ميوكو باس، والباس ده كونتين جرانيول اسمها سلفر جرانيول، هي عباره عن كولينيوم بوزيتيف اورجانيزم. الديزيز از موست كومون في الفوت، وخاصه في التروبيكال كانتريز، وليه تسميه ثانيه اللي هو الماجورا فوت لانه بيجي اكتر حاجه في الفوت، وبيجي في التروبيكال كانتريز. بوزيتيف اورجانيزم ممكن يبقى فانجل زي الايو، بس في الحاله دي بسميها ايو مايسيتوما زي الماجوريلا مايسيتوماتيس، ممكن يكون بكتيريا وفي الحاله دي بسميها اكتاينو مايسيتوما لان البكتيريا اسمها اكتاينو مايسيتس، ودي بتشمل الستريبتومايسيس اند النوك. الدياجنوز بتاعي بحتاجه علشان افرق هي بكتيريا ولا فانجل، فالعينه بتبقى الميوكو باس، وبالنكد اي بيساعدني ان انا افرق عشان ببص على الجرانيول، لان الجرانيول لو هي سمول ان سايز ويلو اور ريد وسوفت ده ماشي مع البكتيريا، لكن لو بلاك وهارد ولارج ده ماشي مع الفانجس. وده كده منظر البلاك جرانيول في حالات اللي ما يكون البوزيتيف اورجانيزم هو البكتيريا، يبقى الجرانيول السلفر جرانيول بقى لونها بلاك. طب المايكروسكوبيك اكزامينيشن، انا عندي الاورجانيزم اللي يبقى بكتيريا لا فانجل، فانا محتاجه اعمل اتنين سلايد، واحده اعمل لها اكزامينيشن بالفانجل ستين اللي هي كيو اتش، والتانيه اعمل لها اكزامينيشن بالبكتيريا ستين اللي هي الجرام ستين. فبجيب الجرانيول واعمل لها كراشنج بتوين اتنين سلايد في سمول اماونت اوف ديستلد ووتر، لو هي الحاله فانجس هلاقي الكي او اتش هتطلع بوزيتيف، هلاقي وجود سبتيت هايفي وكلاميدو سبور ظهر، ولكن لو الحاله بكتيريا هلاقي الجرام ستين هي اللي بوزيتيف وفي جرام بوزيتيف 3. بعد ما تطلع اكتينومايسيتس في حاله الجرام بوزيتيف ستين محتاج اعرف يعني كارديا ولا ستريبتومايسيس باستخدام موديفايد زين نيلسون هيستين، تختلف عن الزين نيلسون في تركيز الاتش 2 اس او 4 بدل 20% يبقى 1%، لو هي اسيد فاست تبقى نوكارديا، لو نون اسيد فاست تبقى ستريبتومايسيس. وده شكل الكي او اتش بوزيتيف هلاقي فيها الكلاميدو سبور والهايفي، وده شكل الجرام ستين لو هي بوزيتيف بيبقى فيه جرام بوزيتيف ثريدز. بعد ما عملت السلايد بعمل بحتاج الكالشر عشان كونفيرم اقول لي الدياجنوزس، بعمل الكالشر على اما على الفانجل اجار زي اللي هو صبارود اجار، اما على البكتيريا الميديا زي البلاد والفنشتاين، ممكن اعمل سيروج عشان ادور على الانتي بودي زي الاجلوتينيشن والبرسيبيتيشن والكومبليمنت فيكسيشن. التريتمنت بيختلف هل هي فانجل ولا بكتيريا، لو فانجل هعمل سيرجيكال ريموفال، لو بكتيريا بدي انتي بايوتيك، وهو ده السبب اللي انا كنت بعمل فيه اللاب دياجنوز علشان افرق ما بين هل هي فانجل ولا بكتيريا. ثانك يو.